الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو اعتبر الحكم على القيادة التتارية أختيم تشيغوز بأنه حكم آخر من روسيا التي تعتبر دولة محتلة باعتراف منظمة الأمم المتحدة. وكتب الرئيس بوروشنكو عبر صفحته على الفيسبوك: يمكنك تقييد الحريات بشكل غير قانوني، ولكن الحقيقة والإرادة لن تنكسر أبدا، ويمكنك احتلال أرض ليست لك ولكنها ستحترق تحت قدميك وتظل مشتعلة حتى تتحرر منك.